بالنسبه لمحبتنا مع بعض وترابطنا وتكاتفنا مع بعض الحمد لله، يعني بقول في قصيده: اذا اجتمعتم على حب ومرحمه فايقنوا الوصل ان الله معطيني. اصل في سر هناك، الطريقه البرهاميه السر بتاعها مبنى على المحبه. كل طريقه عندها ميزه معينه، لكن هو كده. نحن مربوطين بالشيخ بخيط عنكبوت. اذا الواحد عقيدته مظبوطه وتوحيد وجهته مظبوط، بيكون الخيط ده اقوى من الجنزير. اذا ما وسوس له الشيطان وبوظ عقيدته زي المغبون، بيتقطع بكل سهوله ويلقى نفسه في الحته اللي جا فيها من الاول. فكان بحق وحقيقة يستحق الثناء الجميل من مولانا سيدي فخر الدين رضي الله تعالى عنه بقوله: من كمال العطاء من فيض وهب أيها الناس جاءكم إبراهيم، فاسألوه النجاة من يوم حشر يوم لا يسأل الحميم حميم. وقوله رضي الله عنه أيضا: أودع السر والسرائر غيبا كاظما علمه ونعم الكظيم، من رآني لديه فاز بسري في جنى جنتيه سر كتيم، في جناحيه رحمتي ولديه عوض الوالدين يلقى اللطيم. فقد كان رضوان الله عليه غمة في التواضع، حتى إنه كان يتنزل إلا إلى أن يشعر من يتحدث معه أنه لا فرق بين ولي بلغ ختم الولاية وبين مريد أو أخ من عامة الأخوان. فما تلبس أن تذهب الرهبة ويبدأ بالتباسط، فيسأله الإمام الشيخ إبراهيم عن أحواله وعن أبنائه، وكان يشعر بالألم إذا عرف أن أحد الإخوة قد أصابه أغل مكروه. حسبنا قوله صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشتاكها أحدكم فأتألم لها. ومما أوسر عنه رضي الله عنه أنه كان يعول أسر فقيرة، بل يحمل بنفسه الطعام إليهم دون أن يعرف بذلك أحد من الجيران، وغير ذلك كمساعدته للغارمين وسد الدين عن المدينين وزيارته المتعددة للمرضى. وكان دائما وأبدا ما يوصي ببر الوالدين، ويوصي المرشدين بالطريقة بأن يغرسوا في قلوب إخوانهم حديثي العهد بالطريقة مكارم الأخلاق واحترام الكبير.